بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرات بتاعتنا نكملها. المحاضرة دي هيكون مطلوب مننا إن احنا نجمع العناوين اللي أنا هوضحها. أول محاضرة عندي هنقولها مع بعض النهاردة الطلب على العمل. بالنسبة للنقاط اللي احنا هنتناولها في جزء الطلب على العمل، هناخد عندي مفهوم الطلب على العمل وقانون الطلب. الطلب على العمل ده بيعكس رغبة صاحب العمل في توظيف عنصر العمل عند أجر حقيقي معين وفي فترة زمنية معينة. بالنسبة لقانون الطلب على العمل، ده العلاقة بين كمية العمل المطلوب ومعدل الأجر الحقيقي، بتكون علاقة عكسية، كل ما بيزيد مستوى الأجر تنخفض الكمية المطلوبة من العمل والعكس صحيح. طيب جوه مفهوم الطلب على العمل وقانون العمل عايزين نعرف الطلب على العمل والتغير في الأجر، الطلب على العمل والتغير في عوامل أخرى المؤثرة في الطلب. الطلب على العمل والتغير في الأجر، كل ما بينخفض الأجر الحقيقي بتزيد كمية العمل المطلوب أو الكمية المطلوبة من العمل والعكس صحيح. وهنوضح الكلام ده بشكل بياني هتدوروا عليه. هنيجي بعد كده عندي هنا الطلب على العمل والتغير في العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب. تكاليف الإنتاج لما بتقل الإنتاج عندي هنا بيزيد، يعني أول حاجة عندي هنا تنخفض تكاليف الإنتاج أو تكاليف الإنتاج بتقل فالإنتاج بيزيد، وكده بلاقي إن الطلب على العمل حصل له إيه؟ الطلب على العمل زيد. ده الطلب على العمل والتغيرات في العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب. بعد كده عندي طلب المنشأة على العمل في الأمد القصير. طلب المنشأة الإنتاجية على العمل بيستند على عدة افتراضات، إن صاحب العمل بيسعى لتعظيم الربح، إن المنشأة بتستأجر عاملين متجانسين للإنتاج وهم العمل ورأس المال، الأجر بالساعة بيمثل التكلفة الوحيدة لعنصر العمل، إن كل من سوق العمل وسوق السلع المنتجة هي أسواق تنافسية. بعد كده هنتكلم على الطلب على العمل في الأمد الطويل. في الأمد الطويل بيقدر المنتج إن هو يغير رأس المال والعمل معا، فالمنتج بيقوم بمزج الكميات المناسبة من رأس المال والعمل بحيث يحقق مستوى أدنى من تكلفة الإنتاج ومستوى أعلى من الأرباح. هنجمع كمان في العوامل المحددة للطلب على العمل ما عدا الأجور. أول حاجة معدل النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي بيعني عندي هنا في زيادة متحققة في الناتج القومي الإجمالي، يعني زيادة حاصلة في كمية السلع والخدمات المنتجة في البلد. فكل ما بيرتفع معدل النمو الاقتصادي بيزيد الطلب على العمل، وزيادة الطلب على العمل بتعمل على تحريك منحنى الطلب على العمل اليمين، وتزداد نتيجة لذلك الكمية المطلوبة من العمل. تاني حاجة عندي هنا الاستثمار. بيزيد الطلب على العمل كل ما بيزيد حجم الاستثمارات في البلاد، فزيادة الاستثمار بتؤدي لزيادة الإنتاج، يعني زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة في الطلب على الأيدي العاملة. النقطة اللي بعد كده التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي ممكن هو يأثر سلبا أو إيجابا على الطلب على الأيدي العاملة. فإذا كان التطور التكنولوجي بيؤدي لاستخدام تكنولوجيا كثيفة رأس المال، فده بيؤدي لإحلال عنصر رأس المال محل عنصر العمل في العملية التاجية، فبالتالي بينخفض الطلب على العمل. لكن لو كان كثيفة العمل فده هيؤدي لزيادة الطلب على العمل. بعد كده الجزء بتاع التقاعد، هنقول إن عندي هنا زيادة الطلب على الأيدي العاملة، وذلك بقدر عدد المتقاعدين. فبخفض لما بخفض سن التقاعد من 65 سنة مثلا ل 60 سنة، فإن الطلب على الأيدي العاملة بيزيد. بعد كده الوفيات، كل ما بتزيد الوفيات بين العاملين كل ما بيزيد الطلب على الأيدي العاملة. قوانين والأنظمة، القوانين بتلزم أصحاب العمل بإن هم يوظفوا عدد معين من القوى العاملة من فئات معينة، وفي منشآت معينة بتفتح مصانع، والمصانع عندي هنا اللي بتفتحها بتبقى ملزمة إن هي تشغل فيها نسبة معينة من أبناء المنطقة، وده بيكون محكوم بقوانين وأنظمة.